السلام عليكم أعزائي المتابعين، ويا هلا ويا مرحبا فيكم. شخباركم؟ علوكم إن شاء الله طيبين. وياكم سيد علوي هذه في الحلقة الثالثة من برنامج دلع كرشك. وكعادتنا قبل ما نبدأ أي حلقة أريد أنبه على هذه الشغلة، نبي تفاعل قوي جدا منكم يا شباب، نشر إلى الحلقة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا جروبات الواتساب حتى تنتشر إلى الناس ونشوف تفاعلكم الكبير جدا، وهذا يكون أكبر داعم إلينا في هذا البرنامج. ودام وصلت ياي إلى هني، وكعادتنا في كل حلقة توقف الحلقة تنزل تضرب لايك وسبسكرايب في القناة، تفعل جرس التنبيهات حق يوصلك كل جديد من القناة، بالإضافة لا تنسى تضيفنا في حسابنا على الإنستغرام. ولنخلص هذه الأمور يلا بينا نبدأ. ويا هلا ويا مرحبا فيكم أعزائي المتابعين مرة ثانية، ضربتون اللايك والشير والسبسكرايب أكيد. يلا خلنا نبدأ. اشتهرت طبختنا اليوم في الخليج العربي بشكل عام، في السعودية تحديدا بشكل خاص، وجبة يحبها الشعب السعودي بشكل كبير عدل. بالإضافة إلى هالشي أطلب من الجمهور السعودي أحلى تفاعل ولايك لعيون البروستد. ومطعمينا اليوم اشتهروا جدا في إتقان البروستد في مملكة البحرين. المطعم الأول راح يكون إيانا معجنات آدم، أما المطعم الثاني على قولة سيد ناصر تشيكة. خلونا الحين نطلب الأوردر إياكم وبعدها نشوف حساب الإنستغرام، يلا بينا. راح نبدي الحين وراح نطلب من معجنات آدم. حلو، بداية خير. آدم سلام ورحمة الله. تفضل. حبيبي بغيت أسوي أوردر لبروستد. لا ما نوصل عندك والله. إنزين، شكرا. وناس ما شفتم متابعينا، معجنات آدم ما يوصلون إلى موقعنا، فبنضطر الحين راح نبدل المطعم. نبدل المطعم إلى يوم حسن. الأرباب ناس ما سمعتونا قال راح بما أن تغير المطعم إلى أم عزيز، الحين خلونا نطلب أول شيء من تشيكت حسب النطق الصحيح ونرجع عليكم. ألو. شكيت؟ ايوه. كم ياخذ الاوردر؟ اثنين. ان شاء الله نص ساعه يجي، انه 40 دقيقه يجي. اوكي 40 دقيقه يجي. ايوه اوكي شكرا. وحسب ما خبرنا ان التوصيل راح يكون بفلوس لان المنطقه الظاهر بعيده، وقال بياخذ الاوردر 40 دقيقه. الحين الساعه 9:03 دقائق، فالمفروض 9:43 الاوردر يكون عندنا، اذا زاد راح نقصفه في التقييم. يلا خلونا نطلب من وش اسمه السيد؟ أم عزيز؟ أم عزيز يلا. وطلبنا حاليا الثاني راح يكون من مطعم أم عزيز. يلا. عزيز فضلان. السلام عليكم. ورحمة الله. يا هلا عزيزي، بغيت أسوي أوردر 4 قطع. توصيل. توصيل. كم بياخذ الأوردر؟ وقت. نص ساعة. اوكي شكرا. خلونا الحين نستعرض حسابات الانستغرام للمطعمين ونشوف ياكم. طبعا حبايبي مطعم تشيكت تشيكت في الديه راح يكون، فانا مجبر اقول هذه الفقره، عندني واحد واقف على راسي جابرني اقولها. فيا اهالي الديه نبي لايكات زلزال، وطبعا يا اهالي البديع ام عزيز صوبكم. خلونا نشوف من يفوز، أم عزيز في التعليقات ومال الديه لايكات، ويلا من يغلب خلونا نشوف. وراح نبدأ الحين أعزائي المتابعين ويا مطعم أم عزيز، خلنا نبحث عنه ونشوف الانستغرام ماله، هل هو مرتب مو مرتب، أصلا عنده لو ما عنده من أساس، خلونا نشوف. أوكي هاك طلع ويانا المطعم، خلنا ندخل عليه. أوه حساب دايخ، ما في إلا 7 صور وحاط ارقام التلفونات. خلنا نشوف هاي شنو حاط المنيو ماله، واخر صوره من 30 ديسمبر 2019، يعني فوق ثمانية شهور الحين، فسلبيه كبيره جدا. المطعم ما في شيء، انستغرام ماله ما في شيء، صورتين هم اللي حاطنهم، وكان الله غفورا رحيما. ام عزيز
سقط ديالنا في الانستغرام. خلونا نشوف تشيكت. طبعا دايركت طلع علينا تشيكت، ندخل عليه نشوف اللوجو ماله بالاحمر والابيض، الصور ماله شلون في تنسيق نوعا ما الحساب. من خلال الطلة الاولى خلنا نشوف هل حاط المنيو في الهايلايت او لا. ليش مفيش؟ موجود المنيو بس ما تشوفونه، منيو البحرين وفي الاسعار وكل شيء موجود. تايمز اب حق التشيكات. خلونا نشوف الفيديوهات الموجودة في الحساب. تمام، الصور موجودة. فبشكل عام أعزائي من خلال ما طالعنا وياكم تشيكت متناسق حسابهم في الانستغرام، ألوان موجودة، عروض، حساب أكتف مستمر، يحتاج شوي بس شغل عليه من حيث التنسيق بشكل عام، ولكن مجملا الحساب روعة. قاعدين نشوف حتى منيو السعودية، منيو الإمارات موجودين في الهايلايت. فالحين بالمجمل أم عزيز سقطت في امتحان الانستغرام. الانستغرام حاليا شيء مهم جدا. أنا بالنسبة لي قبل ما أطلب أديش أخذ لي فرع على حساب الانستغرام، أشوف شنو عنده، شنو المنيو ماله، شنو أسعاره، وين موقع المطعم نفسه. فرسالة نوجهها إلى إدارة أم عزيز، رجاء الانتباه إلى هذه النقطة، نقطة حساب الانستغرام، وتفعيله بأقرب فرصة ممكنة. طلبنا الأوردر واستعرضنا الانستغرام مال المطعمين، الحين بانتظار الطلب يجي ونبدأ نهوس عليه. الله يا جماعة، صراحة اليوم أنا جوعان وطالبين هالوجبة. خلنا نشوف الباكيجينج ماله نفس ما قاعدين تشوفون، تشيز وعليه اللوجو أم عزيز. خلونا نشوف داخل، نطلع البوكس ونشوف شنو محتويات التشيز. حمص واثنين ثوم، كلينس ما في، التشيز فاضي. خلنا نشوف الاكل ساخن وياكم او لا. نفس ما تشوفون في ثلاث اربعة اقراص ما شاء الله، وكما تشوفون احنا طالبين ثنتين سبايسي وثنتين عادي، هاكل سبايسي وهذا العادي، والاكل الامانة ساخن مع واحد كاتشب يجي وياه. وش ننطرنا الى الحين المطعم الثاني؟ يا تشيكت تأخرت طبعا، هذا اخذ الي زيادة تقريبا حدود 10 دقائق اكثر من الوقت اللي هو خبرنا، فهذه بعد سلبية. والمفروض ان تشيكت وصل من قبل بعد 10 دقائق، فبعد سلبية كبيرة اثنينهم في التوصيل، لا ضير من آلوة واحدة شيء. خلي يوصل المطعم الثاني ونستعرض وياكم الباكيجينج ماله ونبدي كابس. وهذا تشيكت على قولة سيدنا. اوه سيد زوم على الوقت، وطلع الوقت متى اتصلنا، ساعة كاملة الحين من سوينا الاوردر، وهو قال لنا 40 دقيقة، تأخير 20 دقيقة، لا نوعا ما تسوى علينا، الطلب بخمس ربويات التوصيل يعني. فهذه نقطة سلبية على المطعم. خلنا نستعرض وياكم شنو محتويات طبعا هذه نفس ما تشوفون قبل ما نبدي، هذا تشيز تشيكت، اللوجو مالهم. طبعا نشوف ان هني في ثوم السبايسي والثوم العادي، واحد كاتشب، بالإضافة إلى تشيز خبز محكم ونفس هناك، زائدا نفس ما تشوفون البوكس مال طبعا التشيز فاضي. خلونا نطلع مال أم عزيز مرة ثانية ونبدي إياكم، لأن الوضع جوع بعد ما نقدر لا نعلق ولا نقول كلام. الحمص واثنين الثوم بالإضافة إلى الكاتشب، يلا بينا، يلا يلا بسم الله. خلنا نبدي، شيل الخبز، والله لحين ساخن، الآلو ماله نوعا ما كويس.
نفس ما تشوفون الاوردر البروستد زائدا الالو. الالو هني تشوفونه اضعف، اذا تلاحظون هني متين وصاير يعني مدهن زيادة، غير هذا هذا مقرمش يعني صاير. فهذا ألف عندهم في تشيكت. الطريقة شلون اليوم ويا البروستد، اجي تفتح الثوم ماله معزيز وتديها السبايسي، تعطيها واحدة كذي تديها واحدة ثوم مالهم ممتاز جيد. خلنا نذوقها بالخبز. طبعا يعني ما الاحظ ان في سبايسي، بس اللهم ان اللون، اما كطعم سبايسي مو موجود. يعني على حرفي هذا نفس ما نديها الاولى. انا على الاجاه رهيب. الحلو في التشيكات انه يعطيك نوعين من الثوم، الثوم السبايسي والثوم العادي. السبايسي جربوه على مسؤوليتي، رهيب عدل. تديها واحدة تشديها على السبايسي وبلعها بلاع بعد ماكو. دائما في البروستد شيل لك الدجاجة بالآلوة، لا تعطل، غمسها في الثوم وبلع. احد يقول لك او ماي جاد مو اوكي لو اعجبني، يقول لي استريح برد خلني ادلع كرشي واجيك عقب. للأمانة تحيرت، متقاربين بشكل عام، الآلو في هذا أفضل، الدجاج متقارب، بس خلونا ناخذ بعد نبلع شوية زيادة ونشوف وش الفرق يعني فيه. خلونا الحين نجرب البروستد مالهم اللي هو مال تشيكت. لا الأمانة الخبز مالهم أفضل من أم عزيز بواجد، واجد واجد، هذا واجد سميك. وفي يباسة صارت عليه حرارة الدجاج فصار نفس يعني ايش اقول لكم، نفس اللي فيه ماي او ندى او شيء كذي مرطب يعني. بس هذا انه حافظينه للامانة بشكل ممتاز، صاير داخل التشيز ولازم تفتحه. خلونا الحين ندق على واحدة. طبعا ما يحتاج اخبركم، تديها اثنين الو، تعطيها ثوم سبايسي. لا تلاحظون، وبالعافية يا معلم. ظل لي صوت هالقرمشة دي لذيذة. البروست إذا أجي فيه قرمشة خفيفة إنما إيه اسألني. عقب ما شوي ترسنا الدبة حين شوي نقدر نقيم، نقدر نفكر، نقدر نتكلم. يعني كالنظرة الأولى إذا طالع اللي هو دجاج أو بروستد مال تشيكت وبروستد مال أم عزيز، أنا دايركت راح أنجذب صراحة إلى شكل مال تشيكت. أفتح والشكل ماله أفضل، يعني هني إذا تشوفونها غولة، الدجاج ماله متين وكبير ما يشلون، يعني البخصمات مالت الدجاج نفسه مال ام عزيز تحسه متين، يعني اذا بتلاحظون ياي تحسه مو مرتب نفس هناك، تحسه ثقيله الدم، تحسه كذي شيء ما يشجعك انك تهوس عليه وتكبس. بينما هني اذا تلاحظ ياي اللي هو بروستد مال تشيكت للامانه يعني يجذبك اكثر، ما تحسه تفش ولا تحسه
ان الطبقه واجد كبيره وسميكه. ورجعنا لكم متابعينا اعزائي حبايبي بعد ما صارت المجزره شوي على خفيف، خبركم شوي كان جوع، عقبها نبي نتذوق الطعم وش افضل. ووصلنا وياكم لافضل فقره عندنا في البرنامج وهي التقييم. يلا بينا نبدا، ونبدا وياكم في النقطه الاولى من التقييم وهي تجربه المستخدم. تجربه المستخدم راح ينقص فيها ام عزيز بسبب ان الانستغرام ماله ميت، وهذا الشيء يعني لازم يتصحح في اسرع وقت. اما الشيء اللي راح ينقص فيه مطعم تشيكت وبالعكس انه راح يزيد فيه مطعم ام عزيز وهو تنوع الاوردر. انا قدرت اطلب من 4 قطع انوع بين السبايسي والعادي في مطعم ام عزيز، بينما مطعم تشيكت كان الخيار واحد من 4 قطع، يا اما تختار سبايسي او راح تختار عادي. تقييمنا الى تجربة المستخدم، مطعم ام عزيز راح ياخذ 3 نقاط، بينما مطعم تشيكت راح ياخذ 4.5 نقاط. ونروح اياكم للنقطة الثانية. النقطة الثانية وهي التوصيل. ام عزيز وصل الاوردر متأخر تقريبا حدود 10 الى ربع ساعة من الوقت اللي خبرنا به، هذا راح ينقص عليه. الشغلة الثانية اللي راح ينقص عليه انه ما كان عنده خردة، فوهقنا يعني في سالفة الخردة، اعطى 5 وجيب ربيتين واعطى نص ربية، فهذا الشيء راح ينقصه وراح ياخذ ايانا ام عزيز 3 نقاط، بينما تشيكت دافعين اليه 500 فلس زياده للتوصيل، وخبرنا انه راح يوصله في 40 دقيقه ولكن تاخر لقرابه الساعه كامله، وهالشيء راح ينقص فيه. ام عزيز راح ياخذ ايانا 3 نقاط، تشيكت راح ياخذ ايانا 2 نقاط. اما النقطه الثالثه حبايبي في التقييم، ايه هي الخدمه وشنو يجي ويا الوجبه؟ طبعا شفنا ان ام عزيز يجي وياها البوكس بالاضافه الى 5 خبز صايرين داخل البوكس، زائدا 2 ثوم، 1 كاتشب، و1 حمص. في الناحيه الثانيه تشيكت يجي البوكس مع خبز خارجي في كيس مغلف، زائدا 1 ثوم سبايسي، 1 ثوم عادي، مع 1 كاتشب. ام عزيز راح ياخذ ايانا 6 نقاط من 10، اما بالنسبه الى تشيكت راح ياخذ ايانا 7 نقاط من 10. وصلنا وياكم حق افضل نقطه في التقييم وهي الطعم والتقييم النهائي للتجربه. شنو كانت تجربتنا؟ راح نبدي ويا ام عزيز. نفس ما خبرناكم ام عزيز الدجاج ماله اكبر من تشيكت، وصاير تفش، واللي هي البخصمات واجد متينه ومو متناسقه، الآلو كذلك واجد متين ومدهن ومو طيب، والخبز ايضا خال لنا فوق الدجاج فصار حار، وبعدين صار في نفس الماي رذاذ الماء صار فيه، فهمتون وش اقصد. فهذه بالنسبه الى ام عزيز، مجملا جيد ولكن يحتاج الى تطوير واجد واجد. الدجاج يعني يحتاج تبهيره الدجاج، البخصمات نفسها تحتاج الى واجد شغل. راح يحصل ويانا 18 من 30. ونجي حق تشيكت، انا بالنسبة لي يمكن اعتبره من الافضل في البحرين، وللامانة اليوم اثبت هذا الشيء. تشيكت نفس ما خبرناكم الدجاج يجي مرتب مشكنم يشجعك انك تاكل، الالو ماله يعني يجيك مقرمش وصغير خليك تزط لك 2-3 كذي على السريع، بالاضافه ان الخبز نفس ما خبرناكم يجي لحاله ومسكر، بالاضافه الى الثوم ماله جبار. بالنسبه لي انا الثوم ماله لا يعلى عليه، وقدم لك نوعين السبايسي والعادي، فعندك خيارين في الثوم. فهذه النقطه واجد مهمه، الدجاج طعمه وخفيف وتقدر تاكله يعني للامانه وانت مستمتع، الآلو كذلك نفس ما خبرناكم. فراح ياخذ ايانا تشيكت 25 درجة من 30 ويستاهل. وقبل ما ننهي الحلقة، سؤال حلقتنا، هل جربت المطعمين؟ وهل جربت البروستد مالهم؟ وشنو أفضل وجبة عندهم؟ شاركونا في التعليقات، ولا تنسون تنشرون هذا الفيديو على كل جروباتكم وفي كل وسائل التواصل الاجتماعي. شاكر إليكم متابعتكم وفي أمان الله. يا حبيبي ويلا من يغلب؟
خلونا نشوف. الله يغرورك يا ميمو. قزوريلا بس. اشتميت الريحة جد. تيست مايك تيست مايك. وهذا تشيك. عيد 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 عيد. تشيكت على قولك نار. قولها كذي. وهذا تشيكت. هذا هو المشكلة اللي ينتج. ممكن شي تحطه لهو ما تشيكت بال هلا. وناس ما شفتم متابعينا ناس ما تشوفونا خلونا نشوف خلنا نشوف الباكجينج ماله ناس ما قاعدين تشوفون خلونا نشوف داخل نشوف شنو محتويات خلنا نشوف الاكل ناس ما تشوفون وكما تشوفون ناس ما تشوفون طبعا نشوف ناس ما تشوفون ناس ما تشوفون